التجربة العمانية السلطان قابوس جاء أيضا يكمل تراث حضاري عريق في دولة التسامح والتعايش والمحبة، وعلينا نحن يعني كمحللين ومفكرين وإعلاميين يعني أن نبحث في هذا الموضوع. هي المسألة لم تحدث بالصدفة وليست عبارة عن ترف وليست عبارة عن شيء بالصدفة حدث، وإنما هو منجز حضاري عماني له جذوره التاريخية. بتحدث عن 7 عناصر أساسية بس عشان الوقت أحاول أختصر قدر الإمكان، على الرغم أنه موضوع شيق ومهم جدا للدراسة والتأمل والتفكر والاستفادة من هذه الدروس حتى نبني عليها نظام مؤسساتي تسامحي أقوى في المستقبل، حتى أجيالنا تنعم بالسلام ونحن مطمئنين تماما. أول هذه العناصر هو الموقع الجغرافي. تعلمون أن عمان تقع في أقصى العالم العربي، أقصى شرق العالم العربي والجزيرة العربية، فهي تطل على المحيط الهندي وتطل على بحر العرب وتطل على الخليج العربي وتطل على شعوب غير عربية وغير ناطقة باللغة العربية وبعضها غير إسلامي أساسا، يعني وتطل على الجمهورية الإسلامية وتطل على باكستان وتطل على الهند، ولدينا مجال حيوي في شرق أفريقيا. يعني هذا الموقع الجغرافي ساهم في انفتاح العمانيين على العالم. الحقيقة جاءت فكرة هذا الكتاب عندما قلنا دكتور يحيى وأنا في أحد مقاهي عمان، وهو يتردد كثيرا على عمان ويحبها، فجاءت هذه الفكرة، بدأ يتحدث عن عمان بشكل عاطفي ورومانسي، فأنا الحقيقة أطرقت وقلت له وماذا بعد؟ يعني قال لي أتمنى أن يأتي هذا الأمر في كتاب، نجمع هذه الأمور كلها في كتاب ونرى كيف الآخرون ينظرون إلى عمان. أطرقته وفكرت بأنه الإنسان هو الذي يستطيع أن يقيم النعمة التي تعيش فيها السمك وليست السمك. وأيضا في هناك مشهد حصل أمامي، كان عندي ضيف زوجته مصريين، وكنت أسير بهم في الطرقات وفي بعض الأماكن الجميلة في عمان، وبالذات في منطقة من بداية مطرح من دوار السمكة إلى فندق البستان. فزوجته قالت عملت هذه الحركة المصرية، اهدى بسم الله الرحمن الرحيم، اهدى يعني كانت أنا مش مصدقه، اهدى إيش النظافة وإيش هذه كلها يدل على أن في هناك يعني حضارة، في هناك ثقافة، في هناك عادات، في هناك أمور كبيرة جدا. الحقيقة تشجعت من هذه الكلمات هنا وهناك، وقلت للدكتور وكيف يعني لو أردنا نعمل هذا الكتاب؟ قال لي ألم تسمع يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فقال لي أنت أضغط على الزر وليس عليك شيء، وبدأ المشروع. وخلال 6 أشهر اكتمل المشروع، اكتمل قبل حوالي سنة. صدر كتاب سلطنة عمان بعيون عربية عام 2020 عند الروابط الإعلامية للطباعة والنشر، ويحمل كتاب 24 مقالة صحفية قصيرة في شخصيات إعلامية ودينية وسياسية وكتاب من دول عربية مختلفة. وحسب ما تمكنت من النصب ينتمي هؤلاء الكتاب الأفاضل إلى أجمل الأوطان من الجزائر ومصر والعراق وقطر ولبنان والكويت والسعودية واليمن والبحرين والصومال وسوريا. يغلب على لغة المقالات السهولة والوضوح، فهي تناسب القارئ العام غير المتخصص وإن كان بعضها بنكهة سياسية، وتناسب أغلب الفئات العمرية، ويمكن حتى للناشئة المتحمسة الإفادة منها. وفي المجمل كتبت أغلب هذه المقالات بلغة قريبة من لغة المقال الصحفي، وبعضها جاء مدعما بالأرقام والبيانات والمعلومات التاريخية والجغرافية. تعتمد بعض المقالات على الانطباعات الذاتية والمشاعر المحبة، ولذا قد نجد آراء متكررة ومتشابهة في بعض المقالات، في حين كتب عدد أقل منها بأسلوب قليل من أدب الرحلة الذي تمنيت أن تغلب كفته، لما يحويه أدب الرحلة من تشويق للقارئ بسبب استناده إلى الجانب السردي والوصفي. واتصفت بعض المقالات في الكتاب بنكهة مختلفة، مثل مقال
المقال لعبد الفتاح نور أحمد وعبد الله العذبة، حيث ابتعدتا عن الجانب التقريري الذي قد يغلب على الكتابة الصحفية. بنيت حب الوطن، تقديس الوطن، جعل الوطن أولوية في الثقافة، في السياسة، في الحراك الاجتماعي. عندما تلاشى حب الوطن، بات الشباب العربي ينبهرون بتحطيم المؤسسات وإحراق الجامعات وقتل الشرطة والدرك وقطع الأشجار وقص الرقاب وأكل الأكباد، وكانوا يتصورون أنهم يهيئون لوطن أجمل، كانوا يهيئون لأحادية إقصائية. بالله عليكم، كيف تكون حياتنا بدون قصيدة جميلة، بدون مسرح عذب، بدون لوحة سريالية أو رومانسية؟ إن العرب الذين كتبوا في الحب وثقافة الحب، والمكتبة العربية تزدحم بالأشعار، قيس بن الملوح العامري، بثير عزة، قصة بثينة، حولنا الحب إلى حرب، فقتل الله من أضاف الراء إلى الحب، وانهارت أوطاننا وتلاشت أوطاننا. كنت سعيد جدا أن أكون بين كوكبة من المثقفين العرب الذين جمعهم حب عمان، وعمان الجميلة دائما هي أكيد أجمل بالعيون العربية التي تلتقط التفاصيل الجمالية التي قد يغفل عنها الذي يقترب من مركز الدائرة. طبعا أنا لم أطلع على الكتاب، لكنني سمعت المداخلات الرائعة، سواء النقدية من أستاذة أمام اللواتي أو الإبحار في هذه الرحلة في الروح العمانية من المكرم حاتم الطائي، وأيضا الرحلة في الوعي من الأستاذ يحيى أبو زكريا. هذا يعني أشعل عندي الطموح مجددا أن أكتب عن الحضارة العمانية، وأنقل وأكمل مشروعي الذي اسمه كنوز من بلادي، عن الشخصيات العمانية التي أثرت التاريخ الإنساني والفكر الإنساني. فكانت هذا اللقاء كان لقاء رائعا بكل المقاييس. الكتاب بمجمله يحوي مجموعة من المقالات تتشابه في بعض أفكارها، ولذلك أنا أعجبت بتقريبا مقالين أو ثلاث مقالات أكثر من غيرها، لأن كان فيها نوع من التحليل والتعمق في الموضوع وطرح أبعاد مختلفة. هناك مقال للأستاذ فارس الحلبي، ومقال آخر يبدو قريبا من أدب الرحلة للأستاذ عبد الفتاح نور أحمد والأستاذ العذبة. وهذه المقالات فيها جانب وصفي وسردي جميل لزيارتهم إلى عمان، فيما يغلب على المقالات الباقية الأسلوب السياسي أو النكهة السياسية، مع إيراد بعض المعلومات الجغرافية والتاريخية عن سلطنة عمان. هناك الكثير ما كتب وما قيل عن سلطنة عمان، وهو في جرائد مختلفة وفي مقالات مختلفة، ومن الصعب على الشخص الواحد أنه يجمع هذه الأمور كلها في مكان واحد وبسهولة. ولهذا فكرنا في هذا المشروع المتواضع الصغير الذي يجمع كثير من الآراء عن سلطنة عمان، والذي سمي سلطنة عمان بعيون عربية، وكتب من قبل 26 كاتبا عربيا. الحقيقة هذا الغرض الرئيسي لهذا هو أن الجيل الحديث يجب أن يعني يطلع على هذا النوع من الكتب، وذلك لكي يتحفز، لكي يرى عمان كما يراها الآخرون. فالإنسان عندما يعيش في مكان ما أو يمتلك شيء ما، قد لا يعرف قيمته مثل ما يعرفه الآخرون ويراه الآخرون.